بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة جديدة من محاضرات مادة الأوتوكاد. المحاضرة هذه مخصصة إلى تطبيق لبعض الأدوات ووسائل الرسم في برنامج الأوتوكاد من خلال رسم هذه الأشكال الموجودة. راح نبدأ برسم هذا الشكل. هذا الشكل مكون من دائرة داخلية قطرها 10 ودائرة خارجية قطرها 14 ومربع طول ضلعه 12 متناظر وفي الأركان مالته منحنية بنصف قطر واحد وأربع دوائر بأركان هذا المربع وبنصف قطر 0.6 أو قطر 1.3. البداية بالرسم، نأخذ الدائرة من قطر 10 يعني نصف قطر 5، الدائرة الثانية 14 يعني نصف قطر 7 من نفس المركز، نأخذ 7 بغض النظر عن الوحدات. بعدها عندنا المربع اللي هو طول ضلعه 12، راح نمشي من هنا 6، راح ناخذ نفس هذه 6 ونخليه بجهة ثانية اللي يعازل كوبي أو النسخ. هاي هنا نقدر نسوي إعازة الأوفسيت، نختار 6 ونسحب هذه للأعلى 6 وللأسفل 6، هذه نخليها للاستخدام الخطوط. هاي الخطة يعني المفصولات نقدر نستخدمها ونربطهم تحول إلى خط واحد، وهذه أيضا نفس الحالة. هاي هنا أيضا نحن نأخذ الزيادة بمقدار 3. نستعملها كخط سنتر لاين للدائرة. كوبي المنتصف وأيضا نزيد المعنى 3. نحن أيضا 3 نأخذ هذا الخط ونغير إلى السنتر لاين من طولان 1. طيب هنا عندنا الدائرة الصغيرة، ما بها مشكلة، عندنا بس الدائرة الكبيرة والمربع وبعض الأجزاء نحتاج أن نمحيهم فنستخدم إعازة رن. هذه آسف على هذا الصوت من الجيران. طيب بعدين عندنا فلت، احنا عندنا الراديوس واحد اذا موجود بينهم نخليه ملتيبل ونسوي الاجزاء المنحنية من الرسم.
بعد عندنا الدوائر الصغيرة اللي موجودة من نفس القطر، القطر بوينت، نصف القطر بوينت، سكس القطر بوينت تو. ناخذ هذه الدائرة ونوزعها على الأرقام. بعدها بس عندنا هاي الخطين، تكون اثنين هذا الشكل. خلي عليه الأبعاد، عندنا هذا القطر الفاي يعني الدائرة هاي 10، عندنا هاي المسافة هاي 6، وعندنا هاي المسافة اللي هي 14، وعندنا هاي نصف القطر الفاي. نحن إضافة Modify Object Text Edit Modify. هذا الشكل الأول. هذا فيما يخص الجزء الأول من المحاضرة، نسوي الجزء الثاني من المحاضرة في الفصل الثاني، الرسم الثاني.